Contoh. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه شفاء ورحمة.
چونتو. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وما هو على الغيب بضنين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم شققنا الأرض شقا. ولا تمنن تستكثر فسنيسره لليسرى. فسنيسره للعسرى.
كذبت ثمود بطغواها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولقد اخترناهم على علم على العالمين ومزاجه من تسنيم فلينظر الإنسان مما خلق لسعيها راضية Contoh. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين إلى قدر معلوم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين والذي قدر فهدى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقد خلقكم أطوارا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا أنزلناه في ليلة القدر
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا شنته. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يوم يقوم الناس لرب العالمين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي التي تطلع على الأفئدة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها